نشوف في مشاكل كمان. تخيلوا احنا عندنا النيل اللي بتنشأ منه أيضا أكل عيش ومهن مختلفة، ولعل أهمها الصيد. يعني الصيد في النيل مهدد بشكل كبير زي ما هتسمعوا، بسبب التلوث من ناحية وانخفاض المنسوب من ناحية تانية. يا ريس البحر كني معك علمني، من صغر سني وانا ريس وبداري. انت في البحر من الساعة كام؟ يعني انا من حوالي الساعة 6. صراع مع الطبيعة وتجليات النصر والخسارة ومعان اخرى لا تنتهي تجتمع برمزيتها عند الصيادين الذين امتهنوا تلك المهنة لكسب المال لتشكل لهم حياة. طلعت قد ايه؟ حوالي كيلو سمك. السمك اصلا مش موجود، يعني هو مش بيحصل له حاجة ولا في السمك بيموت ولا حاجة زي اماكن تانية، بس هو نسبة السمك قلت خالص. يعني طول ما هي مية بيضة كده السمك هيمسك فين؟ لكن لو في هيز زي كده اكيد ان السمك هيبقى موجود. كان في زريعه بتترمي، كنا بنجيب، لما دلوقتي ما فيش زريعه بتترمي. دلوقتي حوالي 80% او 90% نسبه الصيد قلت خالص. كل الناس اللي انت شايفاها دي، المراكب اللي هي واقفه دي، كل دول سايبينها ومسافرين بلادهم، هيشتغل اي حاجه لانه ما فيش. لما النيل بتاعنا دوت الناس بتحسدنا بره في العالم عليه، مبقاش في ثروه سمكيه. امال افادته ايه؟ عندنا في محطه ميه هنا، في نسبه كلور نازله منها عاليه اهو، بيصفوا ميه الكلور في النيل. بص في الميه حضرتك، كل المراكب متربطه اهي. المراكب دي كلها بتاعتنا اللي واقفه دي، بس احنا نشتغل فين؟ هننزل نخبط على البحر عشان نجيب سمك؟ مفيش سمك في البحر، ما هو مفيش سمك في المايه اساسا عشان نطلع. في احتمال اسيب المهنه قريب بسبب قله السمك والله. في منهم اللي شغال دلوقتي في السباكه، وفي منهم اللي اشتغل في مثلا في ورش حداده، وفي منهم اشتغل في ورش خراطه كتير، وفي منهم شغال على البر بيحسب لك مزارع. تقدروش تسيبوا شغلانتكم دي؟ اشتغل فين حضرتك؟ انا راجل عندي النهارده 41 سنه، اشتغل ايه واتعلم ايه بعد العمر ده كله؟ اخويا واحد من الناس ساب المهنه وطلع على البر، شغال على البر. طلعت اشتغلت فوق على العربيات وبتاع، بمسح عربيات وكده، اللي مطوع له عربيه ونغسلها له ياخد بعده ويمشي، ما بدفعش حاجه. كلمه شكرا حتى ما بقولهاش، بنقول ماشي واديها ماشيه الحمد لله. هسيبها، مش عارف اشتغل بره، لان انا طلعت لقيت نفسي في البحر. انا عاملين زي السمك، لو طلعنا بره نموت، ما ملناش حاجه غير الصيد. سافرنا وصحنا ويا ما طرحنا شبك وسبحنا ما جات ارزاق. الصيادون كالاسماك لم يعتادوا الابتعاد عن المياه، لكن عودتهم من جديد الى حياتهم متوقفه على قرار من مسؤول لينقذوا مهنتهم من الضياع. مي عبد الرحمن، العاشره مساء.